زي ما حضراتكم متابعين معانا متابعي ابو كبير ميديا، احنا النهارده موجودين في من امام مديرية امن الاسماعيلية. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده ان النيران اكلت المبنى بالكامل، حالة مأساوية جدا. حادثة حصلت النهارده يوم في صباح يوم الاثنين. ربنا يشفي كل المصابين اللي كانوا موجودين في المبنى. طبعا تم الدفع بيه سيارات الاسعاف اللي كانت هنا، وقاموا باطفاء حريق المبنى علشان النيران ما توصلش للمباني المجاوره. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده المبنى انهار بالكامل. لحد الان طبعا تم الدفع ب 50 سيارة إسعاف هنا لي الرئيسية للمبنى بالكامل. طبعا المبنى تم حرق المبنى بالكامل في سواء الأمامية أو الخارجية. زي ما حضراتكم شايفين إن النار اتهمت طوابق المبنى بالكامل، وتوجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحريق، وسيارات الإطفاء التابعة للقوات المسلحة شاركت في عمليات إخماد الحريق. بص فوق طبعا تم الدفع ب 50 سيارة إسعاف كاملة ومجهزة لموقع الحادث فور تلقي البلاغ أثناء حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات محافظة الإسماعيلية. زي ما حضراتكم شايفين كده ان قوات الامن هنا مليئة المكان، وقوات الدفاع المدني وسيارات الاسعاف. طبعا بتجري قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية بعد نجاحها في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لمباني المجاورة، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران بواسطة أجهزة حديثة ومتطورة وإنقاذ الضحايا ونقلهم للمستشفيات القريبة من موقع الحريق. وطبعا أعلنت وزارة الصحة رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي حدث في صباح يوم الاثنين في مديرية أمن الإسماعيلية. وكمان أكدت وزارة الصحة الدفع ب50 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لموقع الحريق وقت تلقيها بلاغات حدوث الحريق، مؤكدة توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة. وكمان تم إن سيارات الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية ل 12 مصاب وانصرفوا من موقع الحادث في
العاصمة تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية وجاري المتابعة. طبعا احنا بندعي لكل اللي كانوا موجودين هنا في مديرية الامن، ربنا يشفي كل المصابين يا رب. والله احنا كلنا زعلانين على اللي حصل في مديرية امن الاسماعيلية، حالة مأساوية جدا، حاجة فعلا تحزن. زي ما حضرتكم شايفين كده، في طبعا وجود القوات المدنية وقوات الامن المكثفة، وجود مكثفة من قوات الامن هنا، طبعا جهود مكثفة من القوات المسلحة اللي تم منها إرسال عربيات الإطفاء. فطبعا الوضع صعب جدا جدا هنا. بنشكر كل متابعي ابو كبير ميديا، وان شاء الله تنتظرونا في لايفات تانية.